الآن أحمد سنجاب معنا، مراسلنا من جنوب لبنان أحمد سنجاب. أحمد، بعد التحية، ماذا يحدث لديك بعد ما قرأناه في هذا الخبر؟ نعم، تحياتي لك. في البداية، ربما قبل قليل قام طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي بخرق جدار الصوت على عدة مراحل في أنحاء متفرقة بالجنوب اللبناني وصولا إلى مدينة صيدا المتاخمة للعاصمة اللبنانية بيروت، وبالتالي سمع دوي خرق جدار الصوت في أنحاء متفرقة بالعاصمة بيروت. أيضا كان هناك غارة جوية إسرائيلية استهدفت بلدة شمعة في القطاع الغربي من الجنوب اللبناني، مما ما أدى إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة 5 آخرين، علما بأن الأربعة ربما منهم سيدة وأطفالها أو الثلاثة من أولادها في هذه الغارة. أيضا هناك قصف مدفعي استهدف أطراف عدة بلدات في الجنوب اللبناني، وذلك بعد هدوء حذر دام لقرابة 36 ساعة في الجنوب اللبناني على مدار الفترة الماضية. لم يخرق هذا الهدوء الحذر سوى هذه العمليات التي نفذت من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي والاعتداءات على البلدات اللبنانية، سواء في القطاع الأوسط من الجنوب اللبناني أو أيضا القطاع الغربي من الجنوب اللبناني. أحمد، بماذا ينذر هذا القصف الجديد الذي تتحدث عنه بعد هذا الهدوء الحذر الذي دام على مدار ساعات كما تحدثت منذ قليل؟ نعم، ربما يأتي هذا القصف أو هذا العدوان الإسرائيلي ظنا من جيش الاحتلال أن هذه المناطق تستخدم من قبل حزب الله لإطلاق عمليات في الفترة المقبلة، أو ربما ظن أيضا من جيش الاحتلال أن هذه المناطق تضم مسلحين. ولكن في الغارة التي استهدفت القطاع الغربي من الجنوب اللبناني، ربما هذه هي المرة الأولى التي تستهدف فيها هذه البلدة الواقعة في محيط بلدة طير حرفة. كان من المعتاد أن طير حرفة هي التي تستهدف بشكل مستمر، ولكن هذه هي المرة الأولى التي تستهدف فيها بلدة شمع، ولكن أدى ذلك إلى إصابة عدد من المدنيين وأيضا استشهاد عدد من المدنيين، علما بأن ربما الشهداء هم من اللاجئين السوريين المتواجدين على الأراضي اللبنانية في الجنوب. وبالتالي جيش الاحتلال الإسرائيلي يقوم بعمليات إرهاب للمواطنين في الجنوب اللبناني عبر قيام الطائرات الحربية بخرق جدار الصوت في كافة الأنحاء المتفرقة في الجنوب اللبناني، علما بأن خرق جدار الصوت يحدث أصوات انفجارية تسمع في مختلف المناطق. فللوهلة الأولى يتصور المواطن وساكن الجنوب اللبناني أن هذه غارات استهدفت مناطق بالقرب منه، ولكن يتبين فيما بعد الملاحظة أن هذه كانت مجرد أصوات تطلقها طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي ناتجة عن خرق جدار الصوت. فبالتالي هو نوع من أنواع الحرب النفسية والإرهاب الذي يمارسه. هل هذه أول مرة تحدث يا أحمد على سكان الجنوب اللبناني منذ بداية الاشتباك؟ كانت تحدث بشكل مستمر على مدار الأسابيع الماضية، ولكن ربما هناك على مدار الأيام الثلاث الماضية غابت طائرات الحربية وغاب خرق جدار الصوت، ولكن كان يحدث ذلك بشكل متكرر قبل هذه الأيام الثلاث وصولا إلى العاصمة بيروت التي أيضا لم تسلم من قيام طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي بخرق جدار الصوت. كانت تسمع في مناطق متفرقة بالعاصمة بيروت أيضا على مدار الأسابيع الماضية، ولكن التركيز الأساسي كان هنا في الجنوب اللبناني، حيث جدار الصوت أو كسر جدار الصوت يحدث موجة انفجارية أو أصوات انفجارات عنيفة في محيط كل منطقة يخرق فيها جدار الصوت. فبالتالي هذا الأمر يثير القلق، حتى ربما من خلال الأحاديث مع المواطنين أن هناك البعض اعتاد على مثل هذه الأصوات وباتت لا تخلق ما دام هناك أو لم يخرج أي دخان أو لهب ناري أو أي موجات ارتدادية أو هزات في الأرض. فبالتالي يصنفها المواطن تلقائيا على أنها جدار صوت، لأن الأمر بات معتاد هنا في الجنوب اللبناني. قلت بلدة شمعة أول مرة تقصف من قبل جيش الاحتلال، هل هذا يعتبر خروج عن قواعد الاشتباك وتطور جديد، خصوصا أنك تحدثت عن سقوط مدنيين؟ نعم، بالتأكيد هذا هو استهداف لتجمع مدني أو لمنزل وإصابة مدنيين وأيضا استشهاد مدنيين في هذا الأمر. فبالتالي هو خرق للقواعد لأنه خارج النطاق العمليات العسكرية وخارج استهداف المسلحين وفقا لما هو متعرف عليه منذ بداية التوترات في الجنوب اللبناني. ففي أغلب الأحوال أن هذه العملية أيضا في بلدة شمعة ربما تستدعي ردا من قبل حزب الله خلال الساعات القليلة المقبلة، وخصوصا أن كما ذكرت أن
الضحايا هم من المدنيين في هذه المنطقة التي كانت آمنة قبل أن يصلها العدوان الإسرائيلي على مدار الساعتين الماضيتين. أنا بشكرك شكرا جزيلا. كنت معنا من جنوب لبنان أحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية، شكرا لك، سنظل معك على مدار الساعة بالتأكيد.